نتكلم على الاعتقالات والمعاملات اللا إنسانية. ده فيديو حصري وصل لنا من أحد سجون الرياض. نشوف وضع المعتقلين في سجون السعودية التي اكتظت بالمساجين، وهل في فرق بينها وبين السجون المصرية؟ تعالوا نشوف هذا الفيديو. اليوم التاريخ 2021 شهر 2 يوم 13، شايفين المكان هذا اللي انتم واخدينه اليوم. مكان ما يناموا فيه حتى الحيوانات. حسبي الله ونعم الوكيل، بس حسبي الله ونعم الوكيل. اليوم التاريخ 2000. على حسب ما وصل لنا ده سجن مخصص للترحيلات، الترحيلات الناس اللي بيتقبض عليهم، ده صح الكلام يعني، وعشان تمهيدا لترحيلهم من المملكة العربية السعودية. حقيقة الكثافة رهيبة جدا، ما شفتهاش إلا في السجون المصرية. أتذكر كنت بحكي لحضرتك إنه السعودية من بقول لك الكلام ده من أكثر من 3 سنين ماشية بخطوات حثيثة ورا مصر. مصر أيقونة الظلم في المنطقة، واحدة من أهم أيقونات الظلم في العالم، ماشية في تلك الحكاية. فدول الأعداد يعني بجد بجد يعني تتشابه، ربنا يعز قدركم، مع مزارع الفراخ. اللقطات بتاعت اللي هي الناس، العدد في اللي موجودين في الحجز أو في السجن يتناسب مع مزارع الفراخ، مزارع البتاع. وعلى فكرة مزارع الفراخ دي بيبقى عليها رقابة، مزارع الدواجن زي ما يطلق عليها في المملكة العربية السعودية. بص حضرتك، بص حضرتك الأعداد، يعني قول لي بالله عليك، ده في ظل الوباء وفي ظل كده، أي إنسانية في هذا المشهد؟ أي تعامل بشري؟ إيه ده؟ بجد والله إيه ده؟ يعني هي يعني ده ولا مكان يسمح حتى بالنوم. ده سجن الترحيلات في الرياض، الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا. طبعا في افكرك انا بقى لما كانوا عاملين دعايه، لما وقت ورا مصر برضو، بعد مصر عملت دعايه للسجون اللي فيها الكباب والبتاع ما اعرفش ايه، ده مغني العرب محمد عبده وهو في السجون حقيقة بيشاهد جمال السجون. حقيقة النتيجة أمامكم ترونها بعيونكم، عن تلك السجون والنزلاء حقيقة اللي رافضين الخروج من كتر السعادة والجمال اللي هم عايشين فيه في السجون السعودية. بدل ما يرميها رسموه يشوف لما ينشف يسوي من العجينه نفسها، الموية السكر هذه كلها بالعجينه. واللي يفوز اسمع هنا هذا المركز اللي ولاة الامر ما انتظروا حتى نخرج عشان نشارك في رؤيه 2030، شاركنا فيها من هنا. احنا نقلت لنا رؤيه 2030 الى السجن، واحنا الان قاعدين نصدر المجله وعندنا المركز الاعلامي وعندنا بتشوف الان نماذج من الاعمال، وكله بفضل الله بفضل هؤلاء الرجال المخلصين جزاهم الله خير، بفضل ولي الامر خادم الحرمين الشريفين ولي عهده، والحمد لله تشوفون ما يسبقكم ان شاء الله. هذا المركز الاعلامي رؤيا الوطن الصحيح. فارس الشام الكريم عن جهاد جدودنا. الأنشطة اللي أنا بشوفها الآن عندهم يعني فن، حقيقة فن راقي جدا، أرجو أنه يستفيد منه المجتمع ويستفيد منه الوطن مستقبلا إن شاء الله. إن شاء الله. محمد عبده مغني كبير حقيقة بيؤدي مع النظام السعودي، نفس الدور كان اللي بيغنيه المغني الكبير كان عبد الحليم حافظ مع نظام عبد الناصر.
يعني نفس الدور التنويري اللي انت عارف دور تنويري قام بيه عبد الحليم مع عبد الناصر عبد الحليم تحديدا وهكذا محمد عبده تحديدا. طبعا انت عارف الدور التنويري بيؤديه ثلة من الفنانين والفنانات هنا وهناك في مصر والسعودية، لكن يبقى محمد عبده أيقونة من الفن التنويري في خدمة النظام تماما كما كان يقوم على خدمة نظام عبد الناصر وبداية هذا النظام العسكري والشمولي في مصر ثلة من الفنانين، لكن بقي عبد الحليم حافظ در التاج هذا الفن التنويري. ومن عبد الحليم حافظ لمحمد عبده يا قلبي لا تحزن لكنها تلك هي عتبات السلاطين والملوك والرؤساء والتي يتساقط عليها الذباب كما يحدث مع أي صينية بسبوسة.